بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبيه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع علم من أعلام فن الخطابة والمنبر الحسيني خادم الحسين سماحة السيد محمد باقر الفالي. أحييكم سماحة السيد وحياكم الله. أنا أيضا أسلم عليكم وعلى المشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة السيد. سماحة السيد، حديثنا وياكم عن الذكريات والمنابر والمجالس الحسينية كان في المدن الإيرانية، هل انتقل سماحة السيد إلى أماكن أخرى مثلا الدول العربية، ومن أين كانت البداية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. طبعا الحلقات الماضية وأكثر منها أيضا ما تستوعب كل الذكريات اللي جرت لنا في المدن المختلفة في إيران، ولكن اللي مضى كان باختصار لأن الوقت مضيق علينا إذا نريد نكمل الحلقات. أذكر أول مجلس إلي خارج إيران في أيام المهجر، رمضان 1988 ميلادية. نعم. دعيت إلى حسينية المرحوم السيد محمد الحسيني في دولة الكويت، وكان أيام الحرب الإيرانية العراقية، والوضع كان متأزم يعني بين البلاد العربية وبين إيران، وتدرون وضع الحرب، صدام اللعين كان إلى سلطة إلى حد ما على البلاد المختلفة في الخليج، فالمشكلة كانت قلة المجالس الدينية الواعية في خارج إيران. وأنا لبيت الدعوة وذهبت إلى الكويت، وأول رمضان اللي قضيت هناك في حسينة المرحوم سيد محمد، وحقيقة كان استقبال طيب من الإخوة الكويتيين. نعم. ودعوة كريمة كانت، الله يرحم المرحوم سيد حميد الحسين ابن المرحوم سيد محمد رحمة الله عليه، هو إجا استقبلني من المطار. يعني الدعوة من قام بهذه الدعوة؟ سيد حميد الحسيني ابن مرحوم سيد محمد الحسيني. نعم. كان بانين حسينية جديدة، ودعيت إلى الكويت، فبدينا رمضان 88 في الكويت. وطبعا هذيك السنة شوية كلامي كان إذا بي إشارات إلى الحكومة الظالمة العراقية، كانت تجيني تليفونات مجهولة، لأن كانت السفارة العراقية آنذاك السفارة الصدامية إلهم دور إرهابي إن صح التعبير في الكويت، والناس كانوا يخافون من عندهم. بالتأكيد. وهذول الناس قتلوا سفاحين ما عنده مانع من أي جريمة. والعلاقات الكويتية العراقية كانت جيدة. جيدة أعتقد. جيدة نعم. فكانت تجيني تليفونات وتهددني عنه على كل إن إحنا نتمكن كل شيء نسوي هنا. ولذلك أنا قليلا ما كنت أطلع من الحسين. المهم بإذن الله سبحانه وتعالى بدينا المجلس في شهر رمضان، والحمد لله استقبال جميل جان. بعدين يعني أنا ما شفت صراحة في باقي البلاد بمقدار ما شفت في الكويت التزام الناس المؤمنين بشهر رمضان، عندهم سهرات رمضانية تقريبا إلى الصباح، والإلى الصباح المجالس عامرة، يعني مجالس القرآن، مجالس الوعظ والإرشاد، حتى الديوانيات، ديوانيات جميلة عندهم، قعدات حلوة عندهم. نعم. وهم عندهم شيء يقولون الغبقة الرمضانية، شيء لطيف يعني، الأخلاقيات حلوة. وبعدين من أول رمضان واحد يبارك الثاني، يقولون مبارك عليكم الشهر. نعم. هذا غير مبارك عليكم العيد، ها لا، هو شهر نعم. رمضان شهر مبارك. مبارك نعم. فإحنا دخلنا في أجواء رمضانية جميلة في الواقع في الكويت، وهناك الحمد لله صارت لنا كثير من الذكريات في الكويت. الذي تعرف أنا دخلت الكويت عمري 28 سنة، و
23 سنة مجموعة أنا ظليت بالكويت. يعني إن صح التعبير في عنفوان شبابي يعني أحلى يعني أيام متواصل عمري. كنت مقيم نعم. كان كنت أسافر طبعا أطلع من الكويت ولكن إقامتي دامت 23 سنة نعم. بما فيها السفرات الخارجية والطلع ورجع، بس كإقامة 23 سنة ظليت بالكويت. وهناك يعني استقبال جيد كان من الشباب الله يحفظهم، وتمكننا الحمد لله نقوم بكثير من الأعمال الدينية في الكويت. والذي صار لنا في حسين المرحوم سيد محمد رحمة الله عليه، تمكننا هناك نشكل أول فرقة تمثيل إسلامية في الكويت، ومن هذيك الفرقة بدأت الفرقات، والحمد لله الآن عندهم نظام التمثيل الديني. هسه ما أدري أخلي عليه اسم من الأسماء اللي يخلوها على نعم. الأماكن الإسلامية، خلينا نقول الفن الإسلامي نعم. فشباب متطوعين إجوا طبعا، يعني الفكرة كانت جاهزة، أعطيتهم السيناريو أنا كتبته نعم. أول تمثيل، وتتذكروا أنه شنو حول أي نعم، حول آخر حاكم عباسي المستنصر نعم. العباسي، وهذا الرجل كان يمنع زوار الحسين سلام الله عليه سلام الله من السفر إلى زيارة الإمام الحسين. التمثيلية كانت تحت عنوان هلاك الطاغية. طبعا أنا كان أيام صدام عليه لعائن الله، أنا كان قصدي ضرب صدام نعم. وضرب الطاغية العراقية ولكن بطريقة تاريخية. زين المساهي نفس الحسينية أقاموها يعني؟ أي نعم، في حسيني المرحوم سيد محمد السرداب الحسيني كان سرداب كبير، وتمكننا هناك أن نجيب الشباب الكويتي على المسرح 3 ليالي. فهواي كان استقبال لطيف من الناس، وطبعا شالوا أفلام أولية ذاك اليوم، مع ما كان عندنا هالتفاصيل اللي هي اليوم أنا موجودة، ولا كان عندنا فضائيات بمقدار اللي كان ذاك اليوم. توه كان طالع نظام الفيديوهات، فأخذوا فيديوهات. هسه اكو تمثيل ولكن يعني خفيف، السيناريو كان بلغة عامة عربية، لغة عربية أنا نفسي كتبت لهم سيناريو باللغة الفصحى أيام المستنصر العباسي، وتحت عنوان هلاك الطاغية. طبعا ما أريد أقول القصة مفصلا، بس هذا كان المختصر ماله. فمن هذيك المسرحية الحمد لله بدأت المسرحيات الحمد لله، ومجموعة من الشباب الكويتيين بدأوا، وإلى الآن ما شاء الله هم مستمرين على طريقتهم. هذا واحد. أيضا في حسين المرحوم سيد محمد بدينا لأول مرة جمعنا الشباب الفنانين الذي عندهم فن الرسم، الرسامين، بس رسامين على مستوى أكو بالكويت بل في كل البلاد الإسلامية، ضائعين شباب ضائعين، هذول لازم واحد ينطيهم شوية مجال يتبناهم يشجعهم. وإذا تذكر في واحدة من الحلقات أنا كثير قلت على قضية التشجيع، نعم. فهذول جابوا فنهم في مجال الرسم وأمثال ذلك على القضايا الدينية. وأذكر بعض اللوحات، لأن سوينا معرض للوحات الزيتية، جدا معرض جميل، كان أسبوع كامل في حسين المرحوم سيد محمد، واللوحات كلها بيعت. وحتى واحدة من اللوحات أذكر ذاك اليوم بيعت ب 900 دينار كويتي، ما شاء الله، يعني بما يعادل أكثر من 3000 دولار، عرفت. فقصدك صار نوع من الحركة في الشباب، وهذه كانت بداياتنا في الكويت. هناك تمكننا أن أيضا طبعا ما كانت الحساسيات اللي الآن إلى الآن موجودة، في الواقع الحساسيات جماعة من النواصب بدأوها، وإلا الشعب الكويتي شعب طيب، ما عندهم، بل كل المسلمين طيبين نعم. قلت لك يوم من شرذمة قليلة هذول يجون يبثون النفاق فيما بين المسلمين، وهاي المشاكل اللي مع الأسف وصلت إلى القاعدة، ووصلت إلى الانفجارات وإلى الاغتيالات، وهاي ما كانت ذاك اليوم نعم. الناس على طيبتهم، فكانت الأخوة سائدة، الناس متسالمين، خصوصا الشعب الكويتي شعب متسالم طيب. القعدات الرمضانية الجميلة اللي كانت في الديوانيات والزيارات ورد الزيارات بين العلماء بين الشخصيات. المهم بدينا في حسين المرحوم سيد محمد، أنا 6 سنوات كنت في حسين سيد محمد أرقى المنبر
رمضان ومحرم، يعني طول شهر رمضان 30 ليلة وطوال شهر محرم أيضا 30 ليلة. الحضور كيف كان سمعت السيد؟ الحضور بعض الليالي المميزة مثل مثلا ليلة تاسعاء، ليلة عاشوراء، أو في ليالي القدر في رمضان. حسين سيد محمد واقع في منطقة اسمها سلوى على شارع المسجد الأقصى. نعم. شارع المسجد الأقصى هو شارع سايدين، يعني شارع أوتستراد. كان الشارع حقيقة يمتلي وينقطع، إلى درجة أذكر واحدة من الأخوات من شدة الازدحام سيارة دحستها وخلي أقول استشهدت في طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. رحمة الله عليها. إيه نعم. فهالشكل كان الازدحام والاستقبال الطيب، وكثير من إخواننا السنة أيضا كان يجون في المجلس ويشاركون. طبعا ذاك اليوم أقول ما مع ما كان أيام الحرب العراقية كان أكو تعاون معكم. نعم أكو تعاون معكم. تعاون جميل كان، تعاون جميل كان. فالحمد لله صار لنا هناك نشاط، وأيضا أكو حسينية، هاي الحسينية كثير تعاونوا وياي، وهي هاي الحسينية الثانية اللي أنا أذكرها في الواقع عبر اللي من أعتبر سنة 1920، يعني تقريبا أكثر من 90 سنة قبل. نعم. شخص اسمه حج محمد عبد الحسين الصراف، حج عبد الحسين الصراف توفى الله يرحمه، عنده بنية اسمها زينب ذاك اليوم شاب صغيرة، حصلت مبلغ قليل من الإرث ذاك اليوم، كان فلوسهم بالروبية مو الدينار الكويتي بعدين صار الروبية والبيزة، حصلتها كم روبية إرث من والدها، وما كان الكويت بهاي التوسع والعظمة وهالنفط وهالكذا في بداياته. بداية. فهاي البنية زينب أخذت أرض، هم على اللهجة الكويتية يقولون خلت عليها شبرة، يعني إحنا نقول جملون مثلا باللهجة العراقية، إيش سطح عادي سقف عادي، وصنعت من عنده حسينية، حسينية زينب الصراف. وهاي الحسينية توسعت وتوسعت، واش قد جميل الإنسان حقيقة، ومثل كلمة ضرب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هاي مثال هاي الحسينية. هاي البنية بدأت بعد ما متزوجة بدأت في بناء حسينية، وهذه في الواقع يوم القيامة حجة على كثير من الناس الذي كان عندهم أضعاف أضعاف أموال زينب الصراف وما توفق. ما توفق. نعم. زينب الصراف بدأت بهاي الحسينية، من بعدها اجوا أهلها أولادها بناتها، خصوصا واحدة من بناتها الله يحفظها الحجية أم حسين، وسعت الحسينية. الآن حسينية ضخمة محترمة، بناء حديث بناء حديث. نعم. إيه نعم، ومن أقدم الحسينيات كاتبينها مات عليها، أسست 1920. في هاي الحسينية صار عندنا أعمال نشاط، مثلا كنا نطبع مئات الآلاف من الأشرطة الدينية، أخلاقيات حول الأخلاق حول العقائد الإسلامية، يعني تسجيل تسجيل صوتي، مجرد تسجيل. نعم. صوتي، ونوزعها مجانا على الشباب ذاك اليوم، وإلى الآن طبعا تعرف بالكويت أكثر الشباب عندهم سيارات خاصة لهم، يعني ربما في صحيح. عائلة تتشكل من خمس نفرات خمس سيارات عندهم. صحيح. فكان يخلون كاسيت بالسيارات بدل ما يخلون أغاني، بدل ما يخلون بالنتيجة الإنسان من يسافر يريد شيء يسليه، فكان تسليتهم هاي الأشرطة اللي كان كثير نشرت الفكر الطيب فيما بين الناس. وأيضا تمكننا من طباعة ونش أكثر من 100,000 نسخة كتاب، طبعا كتب صغيرة وكبيرة في المجالات المختلفة. نعم. خدمة للإسلام، الناس كانوا يقرون هاي الكتب يستفيدون. من كان يمول هاي الحملة أو تبرعات المؤمنين والمؤمنات؟ يعني الناس هم كانوا يجون، مثلا شخص أفقه والده متوفي كان يقول أنا أتبرع أطبع من مثلا كاسيت كان حول الحجاب. نعم. أطبع من هذا الكاسيت مثلا 3,000 نسخة ثوابا على روح والدي كمثال، عندهم من الكويتين هالطلعات. فهاي الكتب الأشرطة الطيبة كانت تتوزع فيما بين الناس. وما أدري الآن كم دقيقة عندنا، أريد أذكر لك خاطرة لطيفة. تفضل سماحة السيد، لا زال وقت لدينا. سنة 1988 صارت لي خاطرة عجيبة عجيبة ما أنساها، يعني دائما أمامي ودائما أذكرها على المنابر. إجاني شاب يعني مسلم مؤمن عادي،
حسين المرحوم سيدنا محمد قال سيدنا عندي أخت نعوذ بالله أصيبت بالسرطان، ادعي لها حال يعني مثل كل المرضى، احنا مآخر المجلس عادتنا ان ندعي اللهم اشفي كل مريض، دعني اللهم اشفي كل مريض. ولا تقريبا ايام اجاني هذا الشاب ومتأثر قال سيدنا اختي توفت الى رحمة الله، الى رحمة الله، عمره 18 سنة. زين، قال بس اكو قصة. شنو القصة؟ أنا ذاك كانت العلاقات بين الكويت والعراق علاقات طيبة إلى درجة إن فيزا ما يحتاج، يعني الكويتي يقدر يدخل الصبح يروح للعراق باكر يرجع لزيارة الأئمة عليهم السلام، وكان يروحون بسياراتهم الناس. قال فكان نظام خصوصا الشيعة يدفنون أمواتهم في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وكان أكو شخص متعهد مقاول دلال شنو نخلي اسمه، هذا كان يأخذ الجنازة مثلا شخص متوفي، هو يتعهد ياخذ الجنازه يوديه للنجف الاشرف يغسله يدفنه وكذا ويروح الصبح بالليل يرجع، يعني ماكو مشكله. نعم. وكان اجوره 100 دينار كويتي، يعني هذا كان اجور محدد. صحيح. واذا الميت كان امراه كان يروح واحد من محارم المرأويه على اساس بعض الاداب الدينيه مثلا، اذا احتاجوا. نعم. يريد يخلي افرض خدها على التراب، اللهم ارحمنا جميعا في تلك اللحظات وامثال ذلك، فكان يكون يا محرم. أنا ما أذكر تفاصيل هذا الشاب، إنما بس إشارة عندي. هذا الشاب قال أنا مع أختي الميتة مع فلان المقاول رحنا إلى العراق، وكان في قوقعة الحرب الإيرانية العراقية، يعني شديد الحرب كان. دخلنا الأراضي العراقية ورحنا إلى النجف الأشرف، وواحد دفان على كل إن هو هذا المقاول يعرفه عين لنا قبر ودفن الأخت. فالدفان آخر لحظة قال لي تعال أنت خلي خد أختك على التراب، يقول أنا إجيت ما مسويها لي خايف طبعا يعني مرتبك. صحيح. فإجيت أنا أفتح هذا الخيط اللي ذا على رأس الميت الكفن، جواز الكويت طاح من جيبي، ويجي الجواز حطه بالجيب، فلما انحنيت الجواز الكويت طاح، أنا شفت الجواز طاح، قلت مو مشكلة سأفتح رأس أختي وأخلي وبعدين أشيل الجواز هذا بعدين شو نسى. يا سبحان الله. خليت خد أختي على التراب، ومن شدة الخوف والرهبة والكذا، وكان وقت العصر يعني شوي ما أدري شلون، على كل وادي السلام النجف هو شوي بهيب، اللهم ارحم شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، يقول أنا آمين. طلعت نسيت الجواز وقلت للدفان خلص أنا خلصت شغلي، فهو يدخل هاي اللبنات الخاصة ودار التراب ودفن الأخت. رجعت للفندق، المقابل قال يلا ردي نرجع للكويت بالسيارة. مرت جوازي مو موجود. وين جوازك؟ قلت تذكر طاح بالقبر. شلون نحل المشكلة؟ هذيك الأيام كان سيد الخوئي بعد حي. يقول إجينا أنا قلد السيد الخوئي. نعم. اجت سلمت على السيد، قلت له مولانا القضيه كيتو كيتو، على كل جواز طاح بالقبر ونمشي القبر حرام. السيد قال كم ساعه صار دافنيها؟ قلت مثلا ساعتي. قال ما اعيش باذن الفقيه، انا مقلد الفقيه. قال انا اذن لكم بعد هاي قضايا تترد بالراي الفقيه المرجع، روحوا انبشوا القبر وشير جوازك ومره ثانيه. يعني يقول اجت بس بعد هواي خايف. ويا الدفان بس الدفان عادي يمه، مره ثانيه انطيناه فلوس حفر الارشال التراب حضر، قال يلا روح وانا جوازك ما يصير انا اشوف اختك فانت روح. يقول الشهد اشيل جواز اختي لا اله الا الله اللي يقول هذا الشهد. قال شفت اختي عاريه عاريه ربي كما خلقتني. سبحان الله لا اله الا الله. مو معقول بخلال ساعتين مثلا الواحد يسرق كفنها، قضية غير طبيعية عارية عارية، والإنسان مو كفن واحد يعني قطع أكو كفن واي ارتبك تخفت، بس شفت جوازي موجود. نعم. شلت الجواز بمقدار الحاجة خليته بجيبه وخايف ومرتجف، ومرة ثانية أدمنا التراب رجعت قلت لهذا المقاول خلي أراجع سماحة السيد الخوئي واجعل عند السيد. سيدنا سلام عليكم. خايف قلت سيدنا انا رحت اشيل الجواز وشفت جسد اختي عاري. نعم.
فهل يحتاج إلى أن مرة ثانية نروح نكفنها كذا؟ يقول السيد قاعد على الكرسي الشك. طلع قال لي أختك كانت سافرة؟ قلت له إيه نعم. 18 سنة يعني بعض الناس بعض العوائل 18 سنة بعد طفلة مع الأسف الشديد. نعم. مع الأسف الشديد أنا خلي بين قوسين أقول إخواني أخواتي مؤمنين مؤمنات البنت عمرها 9 سنوات كملت بالأشهر القمرية يعني نفرض ولدت مثلا في 15 رمضان نعم إلى 15 رمضان سنة إلى 15 رمضان سنتين إلى 15 رمضان التاسع لما خلصت من 16 رمضان بعد التسع سنين هاي بالغة شرعا نعم. كل شيء واجب عليها نعم يجب عليها ما يجب على النساء ويحرم عليها ما يحرم على النساء. فبعض العوائل البنية الآن عمرها 10 سنين 12 سنة حتى صوم ما صامت مش مهم نعم. صلاة ما صلت مو مهم نعم. حجابها مو تمام مو مهم. إذا كان سبب أنه البنت موجودة بهكذا حالة حسب قول المرجع سماحة السيد الخوي رحمة الله عليه لأنه كانت سافرة. اي بس الحديث تكمل إذا نعم. أكو مجال حتى نكمل وإلا نخليه لا إن شاء الله نكمل إذا نخليه الحلقة القادمة هذا ما يسمح به الوقت سماحة السيد. شكرا لكم حياكم. إذا مشاهدينا سوف فنكمل معكم في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.